مقطوع الصفات يا هل الهجن العريبات الأصيلة الخفاف النادرات الضامرات من سلايل كل من قيات كبيلة للمكان. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم من هنا من على أرضية ميدان منطقة تبوك، من هنا من عملاق الميادين السعودية. رحب بكم وبحضراتكم أجمل تحية وترحيب من هنا من انطلاقات كأس اللجنة الأولمبية السعودية للهجن. إذن قبل لحظات أعلنت انطلاقة وبداية شوطنا الثامن للقعدان الثنايا عام من المسافة ألا وهي 6 كيلومترات. إذا انطلقت الأسماء، اندفعت الشعارات الباحثة عن النوماس الباحثة عن الانتصار. إذا أول المراكز، أول التحديات، هنا مكلف بشعار بندر من وجف بن بندر المغيري العتيبي يقدم لنا مكلف على الانطلاق الأول على أول المراكز، بينما ثاني المراكز ثاني التحديات على ثاني المراكز، هنا ثاني التحديات، هنا زمان بشعار لافي بن حبيب الشمري يقدم لنا زمان على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز ثالث التحديات أرى هنا غزيلان بشعار طلال بن حافظ بن عيد الزمهري على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز رابع التحديات وصل شاهين بشعار عبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن بن قبضه القحطاني يقدم لنا شاهين على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز خامس التحديات وصل عز الجيش هنا بشعار صفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف على المستوى الخامس. إذن ها هم الخمس المراكز الأولى، ها هم الخمس الفايف ستار النجوم العمالقة الباحثين عن النوماس الباحثين عن الانتصار، العودة من حيث البداية، العودة إلى الانطلاق الأول إلى أول المراكز إلى شعارك المغيري يقدم لنا مكلف، هنا بندر بن وجب بن بندر المغيري العتيبي يقدم لنا مكلف على الانطلاق الأول على البداية وعلى القيادة وعلى الريادة. نعم يتقدم هذا البطل ويقدم قدم لنا هذا النجم، نعم هنا المغيري على الانطلاق الأول، بينما ثاني المراكز ثاني التحديات هنا غزيلان بشعار طلال بن حافظ بن عيد الزمهرية وصل مع غزيلان على المستوى الثاني على ثاني المراكز، ولكن من اللي تسلل وغير نحو الصدارة الأولى، غير هنا ضرغام بشعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يقدم لنا ضرغام على الانطلاق الأول على البداية على هذا الانطلاق. نعم يتقدم ضرغام بشعارك يا السعدون، نعم يتقدم على الانطلاق الأول، بينما ثاني المراكز ثاني التحديات ترى الوصول والتقدم هنا من غزيلان بشعار طلال بن حافظ بن عيد الزمهرية يتقدم على المستوى الثاني ويقدم لنا غزيلان على ثاني المراكز على ثاني التحديات، بينما ثالث المراكز ثالث الشعارات وصل هنا شعارك يا بندر يا بن وجب يا بن بندر يا المغيري العتيبي مع مكلف وصل على المستوى الثالث على ثالث التحديات، بينما رابع التحديات رابع الأسماء رابع الشعارات وصل شعارك يا الشمري وصل شعار لافي بن حبيب بن فرج الشمري مع زمان على المستوى الرابع، واصل على
رابع المراكز بينما خامس المراكز واحتل المركز الرابع الآن. هنا شعار بن قبضة مع شاهين هنا عبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن بن قبضة القحطاني وصل مع شاهين. إذن ها هم الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى المتقدمين الباحثين عن النوماس، الباحثين عن الانتصار، الباحثين عن نقطة ثمينة في هذا المركز، مركز اللجنة، مركز كأس اللجنة الأولمبية السعودية للهجن. إذن العودة من حيث البداية، العودة إلى الانطلاق الأول، العودة إلى شعارك يا السعدون. هنا الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون يقدم لنا ضرغام على الانطلاق الأول، يتقدم هذا البطل ويقدم لنا ضرغام. يا رياض يا رياض ركز يا رياض وروح نحو النوماس، روح روح يا ابو ثامر روح نحو النوماس. نعم يتقدم رياض، هنا يتقدم ضرغام بقيادة رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، يتقدم ويقدم لنا هذا البطل على الانطلاق الاول، على البداية وعلى القيادة وعلى الريادة. نعم يتقدم هذا الشعار الكبير، يتقدم على اول المراكز بينما ثاني المراكز ثاني التحديات. اوصلت الاسماء، اوصلت الشعارات، وصل شعارك يا بن قبضة، وصل مع شاهين. يلا يا ابو سلطان، يلا يا مالك هذا البطل. نعم هنا عبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن بن قبضة القحطاني، القحطاني واصل مع شاهين على المستوى الثاني، وصل القحطاني لتحقيق الأمانية، وصل هذا الشعار مع شاهين. بينما ثالث المراكز ثالث التحديات، أوصلت الأسماء، أوصلت الشعارات الكبيرة، أوصلت الأسماء الخطيرة. الله يا هذه الأسماء، أسماء كبيرة أوصلت وحضرت على المستوى الثالث. يا هي أسماء، يا هي شعارات، أوصلت من الخلف، أوصلت من الخلف. يا الله 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 الله، أسماء كبيرة أوصلت وحضرت على المستوى الثالث. وصل وصل وحضر، وصل وحضر. هنا الغزال فيصل بن علي بن هادي آلف هيده المرية وصل على المستوى الثالث. بينما رابع المراكز رابع التحديات وصل هنا، وصل الشبح يا القرشي، وصل الشبح يا القرشي، ولكن العودة من حيث البداية، العودة إلى الانطلاق الأول، العودة إلى هذا البطل، العودة إلى ضرغام. ضرغام انطلق وغادر بالسلام، ضرغام غادر وطار بالسلام. هنا ثامر، هنا رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، السعدون يقدم لنا هذا البطل، يقدم لنا هذا النجم. والعصا وين؟ العصا في الابطان، العصا في الابطان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ابناء الطايف، ابناء الطايف، عروس المصايف. نعم يقدمون لنا العروض الكبيرة. والعصا وين يا السعدون؟ العصا في الابطان. لا تقل له شيء، لا تقل له شيء. نعم ضرغام انطلق وغادر بالسلام، انطلق وغادر بالسلام مع الثلاثمية متر الأخيرة الخطيرة والمثيرة. يا السعدون يا السعدون. نعم هنا هنا انطلق ضرغام بقيادة رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، والعصا في الأبطان، والعصا في الأبطان. السلام السلام إلى أبناء الطائفة، إلى أبناء
الطايف الى عروس المصايف. ناو ناموس ناموس يا مالك هذا البطل والعصا في الابطان مشكور يا مالك ضرغام مشكور على هذا الفوز والانتصار الكبير. بينما ثاني مراكز ثاني المراكز يلا يمي في حبها بلا تأويل مني بكل شيء. بينما ثاني المراكز هنا شعر نايب الشحان بن خلف الشلاقي الشمري مع المشاكس. بينما ثالث المراكز تطيب المقابيل. اذا انتهينا والنوماس والف مبروك لمالك هذا البطل لمالك هذا النجم. نعم ضرغام بشعار رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. لحظة وصول 9 دقائق 43 ثانية 56 جزءا من الثانية. بينما ثاني المراكز وصل شعار نايف بن شحان بن خلف الشلاقي الشمري مع مشاكس. لحظة وصول المشاكس 9 دقائق 48 ثانية 81 جزءا من الثاني. بينما ثالث المراكز هنا شعار فيصل بن علي بن هادي اللي في يده المري مع الغزال. لحظة وصول الغزال 9 دقائق 53 ثانية 21 جزءا من الثاني. بينما رابع المراكز رابع المراكز هنا شعار محمد بن حبيليس القرشي مع الشبح الشبح. بينما خامس المراكز وصل شعار احمد بن سلطان بن خليفه بن رشيد السويدي مع ساهر. اذا انتهينا والنوماس والف مبروك لمالك الرياض لمالك ضرغام. نعم بمتابعه الرياض بن ثامر بن سليمان استعدوا بدون اي اوامر تصدر على هذا البطل. سلام سلام يا مالك هذا البطل سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير. شوطنا القادم بصوت الزميل علي بن فالح الفلوي.